بحبك قوي يا عبير. انا مش مصدقه نفسي ان احنا اتجوزنا. ايوه عبير، بس زي ما اتفقنا الورقتين هيفضلوا معايا انا. ماشي ماشي ماشي. بقول لك ايه، اقف قدام المحل ده والنبي عشان نجيب حاجات لزوم السهر. ماشي يا عبير. يا عم يا عم يا عم، ايه ده الراجل عالنبي؟ والنبي يا زميلي هندلدلك السبت تحط لنا فيه الطلبات المكتوبه في الورق. هتلاقي ورقه الطلبات موجوده في السبت. ما تخلي. طب يا باشا قدها يا زميلي، ما نستغناش عنك انت يا عبير. ماشي يا اخويا. بتطير ومش بتطير. اكتم يا بنت، انا مش عايز اسمع صوت. قال على رأي المثل، تك دي بتطير يطلع قطة في السرير. انا قلت لك عبير بمر بوعكة نفسية. وانا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا سبت ولاي احتياجاتي. معلش بكره يبقى احلى. بكره ايه؟ لا يا حبيبي مفيش بكره، لما ممكن يبقى في النهارده. على فكره عيب اللي بتقولي ده يا عبير، انا برضك الراجل العنابي. بقول لك ايه يا عنابي، ما بنت لبيتك يا حبيبي خلاص، انا اروح البيت وانت تبعت لي شهريتي. لو ما بعتش يا حبيبي هطلع وافضحك واقول ان احنا متجوزين عرفي. لا ومش بعيد كمان يا اخويا انزل الشغل، وشوف بقى لما مرات العنابي تشتغل كده. سلام يا دكر. والسلام عليكم ورحمه الله. الشرطي والشرناطي انا هديهم صوتي. الشرطي والشرناطي انا هديهم صوتي. الشرطي هذه أخرة المشي ورا العيال. إيه ده بس، اقعد عشان نعرف نتكلم. هذا ازاي؟ وهنتكلم في ايه؟ زفت العنابي بتاعك اللي انت جبتهولي عشان يسندني في الانتخابات هو اللي هيغرقني. كل يوم يا يجيلي سخان، يا يجيلي ملبوسه مش لابس حاجه خالص، يا يجيلي نايم. وفي ايه بالظبط؟ في ايه؟ هو فعلا ابتدى يهنج. ايه يهنج؟ ابتدى يفتح بقه، ده لان بقاله فتره ما تعملوش صيانه. سيبولي يومين وانا هرجعه لك فابريكا زي ما استلمته. فابريكا ايه؟ طب بتقرأ جرايد؟ اقرا اقرا جورنال مكتوب فيه ايه. الراجل الشرطي شغال الله ينور، الشرناطي في الطالع، والعبد لله في النازل. عارف ليه؟ لان الداخليه وراها رجاله بجد، انما انا في ظهري شويه عيال. انت عمال تقول عيال كتير وانا ساكت، لو سمحت اتكلم معايا كويس. ولك عين ترد يا ولد، ولك عين ترد. انت تخلص خالص وتصرف دلوقتي وهات لي زفت العنابي ده عشان اتكلم معاه. ماشي ماشي، هبقى ادور لك عليه واجيبه لك. تدور عليه؟ وانت مش عارف هو فين ولا ايه؟ بكلمه ما بيردش عليا. هو انت مش همزه الوصل اللي بينا؟ اتصرف وهاته لي دلوقتي حالا يا استاذ همزه. همزه؟ انت خليت فيها همزه، ما انت عمال تتعامل معاه مباشره ونطرتني وعمالين تكلموا بعض من ورايا ولا كاني موجود. يا ده انت بتكلمني ليه كده زي ما اكون ضرتك؟ لا مش ضرتك، بس انا قلت لك مليون مره قبل كده وهقولها لك للمره المليون واحد. يا صريح بيه، لو اتعاملت مع العنابي من ورايا انا هفصل لك عنه الكهرباء ومش هتعرف تشغله منين لو اتنططت. ده انا افصل جثتك من راسك، ده انا افصلك انت واهلك كلهم من الدنيا، ده انا صارف عليه دم قلبي، ده انا دافع فيه لغايه دلوقتي مليون ومتين الف جنيه. ايه حيلك حيلك، هما مليون بس اللي سحبتهم منك. انت مليون وهو خد 200. امتى حصل الكلام ده؟ الندوة الأولانية. أنت كمان بتديله فلوس من ورايا؟ ما قلتليش ليه؟ أنت بتفتح لي محضر ولا إيه؟ إيه؟ ليك عين؟ اتصرف وهاتهولي من تحت تقطيع الأرض، وإلا هدفنك أنت وشعرك تحت تقطيع الأرض. فاهم يا ابن فاطمة؟ إيه؟ إيه؟ هنفضل نلق في نفس الموضوع ساعتين؟ هو يومين كده هتلاقوه راجع. واحد بقاله 3 أيام غايب وما بيردش على تليفون. عايزنا ما نقلقش ازاي يعني؟ هو الموضوع مقلق يا بنتي، انا معاكي انه مقلق،
بس انا عارف اصلا انا عصفوه مزاج وهتلاقيه خد يومين ثلاثه بلبطه مع اصحابه البلطيم. بلطيم مين يابا؟ ما اصحابه متلقحين قدامك اهو. ايوه من ساعه هو برنامج صريح الفيل ده وهو اللي حلق لنا. ما انتوا اللي قلتوا معاه وقلتوا عليه خاين وجاسوس. ده حتى يا حبه عين امه الشقه الجديده اللي كان مأجرها صاحب الشقه طردوا منها، احنا اللي رميناه في الشارع. وبعدين يعني هو انا هعرفكم على عصفور؟ ده ما يعرفش اسرائيل من الايوبيه. اه لا لا عيب، انتوا قلتوا معاه. انا بكلمك انت كمان يابا. ما تاخديني بالقفه يا بت، ما تهدي شويه. وبكلمكم كلكم، بدل ما ناخده ونحضنه نرميه في الشارع. اهو صاحبه جه اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضو ضيعت مجهودي كله ورجعت للفلانه المعفنه اللي كنت بتلبسها. براحتك. اخرس. احنا فين ولا في ايه؟ بقولك يا دكتور، مفيش عندك اخبار عن عصفور؟ لا والله انا حتى عمال اكلمه وما بيردش عليا. احنا نفس الحكايه، انا طلعت السطح برضه لقيت اوضته مكركبه. ممكن يكون جه امبارح او اول خد حاجه ومشي تاني. طب ما ممكن يكون فوق السطح دلوقتي. احنا قاعدين من الصبح ما عداش قدامنا، هيطلع على السطح ازاي من غير ما نشوفه؟ ايه بيطير؟ ايه بيطير؟ لا هيطير ازاي يعني؟ هو الرجل العنابي ولا ايه؟ ده مجنون ولا ايه؟ اه مجنون، ده لسه خطير دلوقتي. اخرس. طيب انا همشي ولو شفتوه قولوا له ان انا سالت عليه، خليه يكلمني ضروري. بس الحقيقه انا قبل ما امشي بس كنت عايز اعتذر لعم هيصه قدامكم كلكم. على ايه يا ابني؟ على اللي حصل مني امبارح. انا فعلا يا عم هيصه كنت حمار قوي معاكي. معاك مش فاهم حاجه. ما تسامحش في حقك يابا، دي مش اول مره تحصل. هي ايه يا بنت؟ لا والله يا عم هيصه دي اول مره واخر مره هتحصل، ولو حصلت مني تاني اعمل فيها اللي انت عايزه. افهم، انا مش فاهم حاجه. جرأة يا عم هيصه، جرأة ايه؟ ما تسامحه الراجل واقف هيبكي وهو واقف، ما تسامحه وتخلصنا. خلاص يابا بقى، المسامح كريم. انت قلبك ابيض برضه. ايه قلبك كبير؟ انا مش فاهم حاجه. ده انا فهمت، ما تبقاش دماغك صارمه قديمه بقى. ما تقوموا في داهيه انتوا الاثنين وعايزكوا اذا كان على اساس الصعب المشكله. مش فاهم حاجه يا عم هيصه. مش مهم تفهم، المهم ان انت سامحتني. شكرا يا عم هيصه. حاب اكلمك. ها المهم ان انت سامحتني. واخد بيت الترامادول على اللي بياخدوا الترامادول. العيال مخابره. الحمد لله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل العنابي يخاف كده؟ يا عصفور مالك؟ ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده لمؤاخذة بخلصهم يعني. طب تعالى اهو، تعالى. تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل اهو يا دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها صحر. كذاب ورمه وزباله اللي قال لك كده. اسمها عبير. عبير؟ اه عبير احلى من صحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمه وزباله برضك اللي قال لك كده. انا على طول باخدها فوق الموطا. ايوه خر خر بكل حاجه، خر يا خروف. جرى يا دكتور، انت بتستدركني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرك لوحدك، مش مشكله. انا عارف انك بتمر بظروف صعبه الايام دي، بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. واخلع انا يا دكتور، الدماغ مش واصله، مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100,000 بتوعي يا عصفور؟ 100,000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200,000؟ يبقى انا ليا 100,000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير. صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا؟ خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور، ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده يعني؟ بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذه بقى انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي.